طول احنا قلنا محمد الشياع السوداني ايده نظيفه علينا ان ندعمه ونبطل هاي النرجسيه والمناصب، ومثل ما تفضل اخونا استاذ نجم هاي اللجان وهذا النائب ياخذ له 50 دفتر وذاك راح ياخذ مليون دولار. هسه انا اليوم اول البارحه دزيت له خبر، قلت له ارجوك وارجوك استحلفك بالله بس نظره ايش فر عينك على صندوق اعمار المناطق المدن المحرره، ترى بي مشاكل وبي فساد مو طبيعي وده يمشي بالقصاصات وهذا غلط، واللي مسؤول عنا رجل ايضا عليه ملفات. احنا ما يصير هذا رئيس الكتله يدافع عن هذا ورئيس الحزب يدافع عن هذا، ما راح تنجح اي حكومه اخي استاذ فهد اذا ما نتكاتف كليتنا، واذا ما اني افضح المني وبيه وتكون عندي البرجله والشجاعه افضح المني وبيه وطز بي يزعل ما يزعل يعاتب ما يعاتب يدق راسه، لان هذا الشعب وجنابك الكريم هم شكم واحد من عندك استاذ محمود من يما شكم واحد، اذا ما نفضح النفس 7 8 10 وندق رسهم بالحائط صدق بالله لو مو محمد الشيع السوداني لو يجينا سيدنا جبريل يقود العمليه بالعراق هم راح يتكالبون عليه بالمصالح وبالمشاكل. طيب ويضايقوا. طيب